حول ما يجري في درعا ينضم إلينا إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز معنا من اسطنبول. أهلا بك يا إبراهيم. إذا آخر التطورات في جلين التي تشهد استنفار من قبل فصائل المصالحات هناك، ماذا يجري؟ نعم، يبدو أن أحلام يعني ميليشيا أسد لم تتوقف في سياستها من عمليات الاعتقال سواء بحق المدنيين أو بحق قادة من فصائل المصالحات في محافظة درعا. الآن نتكلم عن اعتقال قيادي من فصائل المصالحات وهو هيثم حرير من بلدة جلين في المنطقة الغربية من محافظة درعا. اعتقال هذا القيادي طبعا كان سببا لتوتر الأحداث في عموم المنطقة الغربية، وبالتالي كل عناصر فصائل المصالحات في تلك المنطقة قاموا برفض عملية الاعتقال، وكان لديهم ردة فعل من خلال اعتقال عناصر يتبعون لميليشيا أسد الطائفية يتواجدون في المنطقة. طبعا هي مفرزة أمن عسكري تتواجد في تلك المنطقة، وأعداد طبعا حاولنا أن نعرف الأعداد التي تم اعتقالها بالضبط، لكن يعني لم نتمكن أن نعرف بدقة، إنما عدد المعتقلين من عناصر ميليشيا أسد الطائفية فاق 10 عناصر، طبعا بينهم ضباط. تم سحب سلاح هؤلاء وتم اعتقالهم في ذات المبنى الذي يتبع لميليشيا أسد الطائفية، وحالة استنفار حقيقة عامة تشهدها المنطقة. أيضا ليست فقط المفرزة التي تم طبعا مهاجمتها من قبل عناصر فصائل المصالحات، الآن نتكلم عن جلين ومساكن جلين وحارز المزرعة ومنطقة سحم الجولان. كل هذه المنطقة التي كانت ميليشيا أسد الطائفية تتجول بها بحرية وتعتقل من تشاء سواء من مدنيين أو غير ذلك، الآن هي باتت غير قادرة على دخولها بعد استيلاء عناصر فصائل المصالحات مجددا عليها. طبعا وجهوا عدة رسائل ليس فقط لميليشيا أسد الطائفية، إلى كل من تعامل معها خلال الفترة السابقة. للتوضيح، هؤلاء العناصر يعني كانوا ينضمون تحت تشكيلات عسكرية ربما سابقة كانت لا يعني هذا كان ينضمون تحت جيش المعتز بالله المتواجد في المنطقة الغربية. ليس كل هؤلاء العناصر كانوا يعملون بالتنسيق مع ميليشيا أسد الطائفية. نعم، بعض عناصر فصائل المصالحات في هذه المنطقة انضموا إلى ميليشيا أسد الطائفية وكانوا يعملوا بالتنسيق معها، لكن الانصهار الكلي لم يحدث إلى حد هذه اللحظة. والآن نرى ردات فعل جديدة من قبل عناصر فصائل المصالحات بعد أن باتوا يرون بأم عيونهم يعني سلسلة الاعتقالات التي تقوم بها ميليشيا أسد الطائفية بحقهم وحق المدنيين في المنطقة، وبالتالي ربما ينحاز عناصر الفصائل أو حتى المدنيين لصالح قادة فصائل المصالحات، حتى ممن ربما كان له يد في دخول ميليشيا أسد الطائفية من تهاون أو غير ذلك، إلا أن المدنيين وعناصر الفصائل ربما يختاروا أخف الضررين، كون الخيار الثاني ستكون ليس فقط ميليشيا أسد الطائفية، ما ستكون هي ميليشيا متعددة تتبع لحزب الله وإيران. الآن نتكلم عن حالة توتر وهيجان وخروج ميليشيا أسد الطائفية وخروج المنطقة بشكل كامل عن سيطرة ميليشيا أسد الطائفية، وربما نشهد حصارها من جديد في المنطقة الغربية في جلين وسحم الجولان وهذه المنطقة. أيضا بالتوازي مع ذلك يستمر الحصار في مدينة الصنمين التي تشهد الحصار لليوم التاسع ربما على التوالي. هذه المدينة التي تحوي أكثر من 40,000 نسمة يحاصرون لليوم الثامن أو التاسع على التوالي في ظل شهر رمضان وعدم دخول المواد الغذائية إلى هؤلاء المدنيين. الروس يقفون طبعا في منتصف هذه العمليات ويحاولون الدخول إلى المناطق التي يتم حصارها أو التي خرجت منها ميليشيا أسد الطائفية، ربما كي لا تخرج مطلقا عن السيطرة هذه المناطق وتتحول من جديد إلى مناطق محررة تسيطر عليها عناصر فصائل المصالحات من جديد. وحتى ربما المدنيين الآن يدخلون المعادلة، لأن ميليشيا أسد الطائفية هي من تقحم المدنيين من خلال حصارهم، من خلال اعتقالهم، من خلال عدة ممارسات، وبالتالي ربما يتم إقحام ليس فقط عناصر فصائل المصالحات، إنما يعود عدد كبير من الشبان الذين تركوا السلاح أساسا ولم ينضموا إلى أي جهة، ربما يعودوا لحمل السلاح للدفاع عن أهلهم وأراضيهم من جديد ضد ممارسة ميليشيا أسد الطائفية. إبراهيم، يعني هذه حالة التوتر التي تشهدها بلدة جلين هي ليست الأولى في المنطقة، ولكن أيضا هناك الصنمين التي تشهد أيضا حالة من الاستنفار والتوتر وتشهد حصار خانق عليها من قبل ميليشيات أسد الطائفية، هل من مستجدات في الصنمين؟
نعم، الناشطون أحلام يتكلمون عن احتقان في كل محافظة درعا وليس في منطقة الصنمين وحتى منطقة جلين وسحام الجولان. من المتوقع أن تحدث حوادث مشابهة في عموم محافظة درعا. الآن نتكلم عن درعا البلد مثلا المتواجدة في مدينة درعا، هذه المنطقة وهي جزء من مدينة درعا، هذه المنطقة لا تستطيع ميليشيا أسد أن تدخلها بشكل كامل رغم تواجد مثلا منطقة واحدة وهي الشرطة المتواجدة في هذه في درعا البلد، لأنها لا تستطيع أن تدخل عموم درعا البلد، وبالتالي هذه المنطقة حالها يشبه إلى حد ما حال هذه المناطق لأنها لم تحاصر إلى حد هذه اللحظة، وبالتالي الروس يحاولون التغلغل داخل هذه المناطق لاستقطاب بعض الشخصيات، وكل هدفهم هو السيطرة على هذه المناطق. في ذات الوقت المشروع الآخر المتواجد في محافظة درعا وهو المشروع الإيراني وحزب الله يحاول بأي طريقة سواء الطريقة السياسية من خلال استقطاب شخصيات، وهو ما فشل به في محافظة درعا من استقطاب شخصيات داخل هذه المناطق للتغلغل داخلها، فشلت هذه السياسة معه، وبالتالي يقوم باستخدام القوة من خلال ميليشيا أسد الطائفية، وهذه السياسة هي السياسة المعهودة والمعروفة لدى ميليشيا أسد من خلال محاصرة المدنيين وتهديد المناطق باقتحامها ومن بعد حصارها، وبالتالي ستعود المناطق لردة فعل ذاتها التي نشهدها الآن في مدينة الصنمين والمنطقة الغربية محافظة درعا من خلال رفض السياسة الجديدة من ميليشيا أسد الطائفية كونها ستعود بالوبال على المدنيين بالقتل والاعتقال من جديد. شكرا جزيلا لك إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من اسطنبول.